بعد أن كان من المقرر سحب البنزين الممتاز من محطات الوقود شهر جانفي 2021 لاحتوائه على مادة الرصاص الملوثة للبيئة، ها هي سلطة ضبط المحروقات تعلن تأجيل هذه العملية لشهر إضافي، وذلك لأسباب تقنية. ليليمناسيون تاع ليسونس سون بلون سوبر سون بلون كانت راح تبدا في 1 جانفي 2021. من بعد بان باللي كان لازم لنا شويه وقت. شويه وقت علاش؟ خاطرش لازم التنظيف تاع كاع المخازن تاع اللي كاينين في المستودعات واللي كاينين في لي ستاسيون سيرفيس. هذه عمليه راهي متواصله، والعمليه ككل راهي بين سلطه ضبط المحروقات اللي هي لايراش سوناطرات ونفطال. من ناحيه ثانيه علاش ثاني زدنا اجلنا؟ خاطرش ما يخفاكمش سلطه الضبط هي اللي تتاكد من جودة المنتوج، باسكو لازم المنتوج يكون ذو جودة اللي ما تخليش ليسونس الجديد هذايا يخسر الموتور تاع المستهلكين. اذا هذه ثاني طلعنا في دراسات، دونك سافايتر ان شاء الله من البرومي فيفري هكذاك ان شاء الله ندخلوا في عملية التمشية الممتاز اللي فيه الرصاص. إجراء رغم أنه متأخر مقارنة بالعديد من الدول، إلا أنه سيمكن من تخفيض فاتورة استيراد الوقود التي لطالما عرفت منحى تصاعديا، لتفتح الباب أمام تطوير الإنتاج الوطني لهذه المادة الأساسية. بلدان في العالم في كل العالم ما كانش بالك، كاين ثلاث بلدان منهم الجزائر اللي تنتج هذا ليسونس افيك بلون. هذاك ليسونس سوبر كنا نخدموه هنا في الجزائر، كناش نستوردوه، يتخدم هنا في الجزائر. بار كونتر ليسونس سون بلون كان يخصنا، كان عندنا تقريبا 1 مليون طن كنا نجيبوها من الخارج. دوك كي نعاودوا ان شاء الله ننتجوا هذاك السول الممتاز بالرصاص، نرجعوه بدون رصاص، راح نخلصوا فاتوره الاستيراد. دونك هنايا نعاودوا ان شاء الله المنتوج يعود يتدمج هنا في الجزائر، ونحبسوا الاستيراد تاع هذا البنزين بدون رصاص. نزع مادة الرصاص من البنزين الممتاز عبر كافة محطات الوقود خطوة تنتظر التجسيد لحماية البيئة وصحة المواطن التي أصبحت من الأولويات في ظل الوضع الراهن.